على جنب. زي ما بدأنا برضو المرة اللي فاتت كان حاضر معانا ان المنسنت عندنا في الدرماتولوجي هو التيتشي الدكتور بتاع الطرش والدكتور الجلط مش عارف ايه والكلام ده اللي واخد الجزء الاعظم بتاع السيمبتوماتولوجي يعني ممكن يبقى الموضوع اكبر شويه وممكن يبقى كده تمام؟ برضه الديسفيجر من الحاجات المهمه عندنا كان سيمبل طيب البين اخباره ايه؟ هنعدي الكلام ده بسرعه عشان نتكلم فيه كتعريف البين ايه هو الاستيميليشن بتاع البين بالنص ريسبتور في نبات مثال ممكن تبقى هي الستيمولانت او الاستيولايز او كانسر سيل اند سو اون بص ايه انواع البين النيوروباثيك بين من الحاجات المهمه عندنا شويه وحاجه اسمها يونيفرسال بين اسمتود اللي حاجه حابب يرجع لها مش هنتكلم فيه كتير عشان نخش الموضوع برضه الترمينولوجي نبدا احنا خدنا في الجزء الاولاني الحاجات دي كلها واتكلمنا فيها هنكمل بقى ان شاء الله النهارده بايه حاجات حاجه سهله برضو ببدا بيها زي ما بدانا المره اللي فاتت اللي هي الريزوستر كده حاجه سهله انا عارف انها حاجه سهله قوي انت جايبنا وسفرنا كله عشان اتكلمنا عن السيلكس معلش هي مشهوره وهنبدا يعني ايه على من فوق كده شويه طبعا دي ايه الكيس تيبيكال وكلاس خالص ستريت فورورد سيلكس اللي فاين ابسام ستاتش لاين ايج تكبدين حط لك لايف تندر مستقبلين قديمه يونيلاترال او ممكن تبقى كده ريسبلس فرق ما بينهم كلينيكال يعني عشان اللون اجمل شويه والريسبلس ويل ديفاين على مستوى الهيستوباثولوجي الريسبلس سوبرفيشال شويه لكن كان دي دلوقتي في كتير قوي بيقولوا الريسبلس ولايس مش تفرق قوي معانا في البروجنوزس مش تفرق معانا في التريتمنت بس اللايس الريسبلس تمام وبقيه الحاجات الليفل بتاعها ماشي هل دي سلايس برضه؟ هي دي القصه بقى بس هتلاقي في شويه حاجات ممكن تشبه السلايس. العيان برضه جاي برضه كرسيمه وقديمه والرسيمه هنا اكستنسيف شويه واخده يمكن لغايه النيو فوق النيو كمان بتشتكي من بين طب العيان ده ظروفه ايه؟ ده والله ده كان عامل اوبريشن بقاله فتره وبيدريدن او عيان اوبيز او عيان دايبيتيك او عيان واحده بتاخد اورال كونتراسبتيف بيل او هرمون اند سو اون خلي بالنا ان ساعات بعض الحالات ممكن بتيجي خلي بالك منها برضه بين بس مهم قوي قوي تيجي تعمل اكزامينشن تلاقي الكالت ماسل فيري تندر فيري تندر كالت ماسل القديمه فيها بتبقى فيري تنسيف دي السيمبلز بتاعتها ودي الريسك فاكتور خلي بالك وانت بتتكلم مع العيان من الريسك بتاعه الحاجات دي كلها السيمبلز برضه قريبه يمكن نوعا ما بس الريسك فاكتور اللي موجود عندنا بتخليني اشك شد برضه عيان زي دوت من الهيستوري لو انا ما خدتش هيستوري كويس في العيان صعب شويه اصلا فدايما استاذنا بعلمنا واستاذ احمد دكتور دايما يقول لك الهيستوري مهم جدا 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 في تشخيص اي حد ما ينفعش ده حاجه اسمها سبوت دايجنوز حاجه تحط حالك كده و لا طبعا ما ينفعش فده العيان لما تيجي تتكلم معاه وتاخد هيستوري منه هتلاقي ان في هيستوري اوف اكسبوجر لحاجه او كونتاكت لحاجه سواء كان كلوزز سواء كان شغل في ارضه وحصل اي كونتاكت مع حاجه دي اللي بنسميها الرجيك كونتاكت ريفلكس ممكن تخش معانا في الفريكشن ديجنوز بتاع السيلولايتس دي اللي بيقول عليها مايكرو ديرماتوس كتروزز هايبر بيجمنتيشن واخد اللي هو منطقه الليج في انسر كمان موجوده معاها وتيجي تحس العيال تلاقي فيه دي سكلروزز فايبروزز موجود في اللم وكمان الانسر كمان اللي موجوده عندي في العيان ده في الدايو ديرماتوس جروز مهم هنا كمان الهيستوري العيان ده بقاله سنين مش جايه مثلا اكيوت بقى لها اربع ايام زي السلايس هنشوف برضه الحاله دي ونتكلم عنها بتفصيل شويه تمام دي برضه في ارسيما وجاي العيان يشتكي من ارسيما وشويه بين وتندرنس بس لو تلاحظ تلاقي فيها شويه لينير ديستريبيوشن شويه واجي اشوف احلى اكزامينيشن هلاقي كان كورد لايك دي حاله من الحالات اللي بيقول عليها سوبرفيشال ترومبوفايتس او سوبرفيشال ترومبوفايتس خش في الديفرنشال ديجنوز معانا طب حاله زي دي في ميل في الغالب بتبقى في ميل وعندها ادم بالاكزامينيشن او انسبكشن كده دي باتش ودي باتش وجايه بتشتكي تقول لك والله ده دي عندي الحاجات دي محتاجه شويه وفيها شويه وجع طيب تيجي تعمل اكزامينيشن قلنا لو بالانسبكشن بس هتلاقي فيه باتش هنا ريسبتس وباتش هنا ريسبتس تيجي تعمل اكزامينيشن بالبوبليشن بقى هتلاقي سب فينيوس ديول
طيب بتشك في ارثيما اندوزم، بس هي العيان دي يونيلاترال، هي ممكن ارثيما اندوزم تيجي يونيلاترال؟ اه ممكن، اللي هي حالات الكرونيك ارثيما اندوزم اولدر وومن ممكن في الغالب يونيلاترال، ممكن تبقى بايلاترال لكن معظم الحالات يونيلاترال ويبقى لها شهور او سنين. فتتحط معايا علاج مختلف تماما عن علاج السيلفايس. يعني لما تيجي تسالها بس يعني او كلمه واحده يبقى لها معاك ايه؟ يبقى لها معايا فتره طويله قوي. وتحسها بايديك تلاقي صب في نسيو خلاص دي بعيده جدا انها تكون سيلفايس. دي برضه من الاسم هي حته فيري ويل ديفايند سيرفر كانها مرسومه ولو تحت النص شويه في شويه فاريشن في لون الفايل خفيف دي فيكس في رقم 10 وجايه في الباور بلاند وارجو اكيد اونست بس بالهستري تلاقي الهستري عيان كام درجه. يا سلام بقى يبقى ابن حلال قوي لو قال لك هو والله انا خدت كل ما اخد دواء معين بيجي لي في نفس المكان تمام؟ كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله بيقول عليه حاجات اسمها سودو سيلولايتس. حاجات شبه السيلولايتس تفرق حاجات بسيطه ممكن من الهستري بس مش خاصه. دول اسبابهم كتير قوي قوي قلنا شويه حاجات. فاضي برضو الهستري مهم العيان بيقول لك من يومين ثلاثه بدا يطلع الباتش وبينفض الريسيمبلس او كده. في حاجه ما تنساهاش اسمها فيشل ريسيمبلس او فيشل سومايس ما تنساش. عيان زي ده لو شفناه ممكن الوهله الاولى تقول عايز نفوت الدرماتايتس. عشان برضه في الهستري يقول لك انا فيها بيه تعمل اكزامينشن تاني فيها تنفض تمام؟ خلي بالنا من الحاجات دي ان في حاجه اسمها فيشل ريسيمبلس او فيشل سومايس ممكن بس ما ناخدش بالنا منها. والمشكله كمان ان في الحته دي في عيال لو بوت ايه في الدنجرس اريا اوف ذا فيس ممكن تعمل كبار مستانس نبوظ وتعمل كبير كومبليكيشن. برضه ما ننساش دي حاجه بتشبه الريسبلا اللي بنسميها كارسينوما ارسيلايز هيستري باين ان العيال دي عامله ماستكتومي وبعد ما غير الحاجات دي تعتبر سكندرز من الضد الكوتينس بتنزل بتاع الكارسينوما ما ننساش كارسينوما ارسيلايز. في بقى خصم برونز عملنا لك كلاسيفيكيشن للسيلايتس العاديه بقى السيلايتس العاديه احنا اتكلمنا قلنا السيلايتس سهله ايه الحاجات اللي ممكن تشبهها اللي هي اسمها سيلايتس. فخلي بالنا من الفيشل ارسيبلا او الفيشل سيلايتس والكارسينوما ارسيبلايتس. البرونز ده قسم لي السيلايتس الى اربعه ستيج. اهميه التقسيمه دي عشان اما اجي اعالج قال لك ستيج 1 دي في الغالب العيان ما عندوش اي حاجه كوموربيلتي خالص وويله وزي الفل ولا فيه ولا اي حاجه كل القصه كلها بس عن السيلايتس ده في الغالب هيمشي في البيت مره لانك كويس وهيتحسن. الستيج 2 ده العيان ممكن يكون عنده شويه فيفر او يكون عنده كوموربيلتي زي ما تكون مثلا بيزيتي او كرونيك بيرنس انفشنسي او بريفر باسكور ديزيز او دايليس اند سو اون. ده العيان ده يستحسن ابدا معاه علاجي فرنشال سواء اي ام او اي بي. ثلاثه واربعه دول لا ثلاثه واربعه دول في الغالب لازم ادمشن ما ينفعش نعالجه في البيت. العلاج انا مش هنتكلم في التقسيمه دي كلها هناخد الجزء اللي هو بتاع النون فيرال اللي هو سبايس والسبلم. عندي مايل ومودريت وسيفير. قلنا مايل دي اللي هي ستيج 1 ده بورال انت بيرال كل دول بنقول عليهم كمان اموك سيلك كل الحاجات افكت في اورال في انك تتحسن. طبعا مع التعليمات العاديه ما بتتكلمش في الحاجات اللي حاجات اي بي سي وسهله خالص الباد ريست والليك اليفيشن اند سو اون تمام؟ المرحلة اللي بعد أو الحاجة التانية المودرن